لم تكن رحلة نزوحهم سهلة، فهم من تركوا بيوتهم وممتلكاتهم قسرا خوفا من نيران المعارك وأحقاد القتلة، وأصبح حلم العودة إلى الديار صعب المنال بالنسبة لهم. لا بل قل إن شبح النزوح المتكرر من مكان إلى آخر بات المسيطر على أذهان الآلاف منهم. مليون ومئتا ألف عراقي ما زالوا في مخيمات النزوح حتى اليوم، بحسب تقرير سنوي لمنظمة الهجرة الدولية أشارت فيه إلى أن مستويات عودة النازحين إلى ديارهم قد تراجعت منذ حزيران 2018، إذ لم تشهد عشرات المواقع ومعظمها في محافظات بغداد وديالى وبابل أي حالات عودة للنازحين. منطقة عسكرية جرف الصخر لحد الآن، يعني الدولة ما مسيطرة عليها، الدولة ما تقدر تتخذ قرار جريء وترجع نازحين جرف الصخر. أما الأسباب والعقبات التي تعترض عودتهم بشكل آمن ومستدام فهي عدم توفر الأمن والاستقرار وانتشار الميليشيات في مناطقهم، فضلا عن عدم إعمار مدنهم المنكوبة وغياب التعويضات التي وعدوا بها لإعمار منازلهم المدمرة، ما شكل لدى معظمهم مخاوف من أن يصبحوا عرضة لمزيد من المخاطر كالتشرد والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والملاحقة من قبل القوات الحكومية والميليشيات الموالية لإيران بتهمة الإرهاب. قاعدين عطال بطال وكل شيء ما عندي وأنا مريضة. معاناة النازحين لم تقف عند حدود العودة إلى ديارهم، فهم يتعرضون لسلسلة من الانتهاكات والحرمان على المستوى المعيشي.